هات صب. متخفي شويه ابو كمال. عليا النعمه كان في جره وطلع لبره. بس يا ريت تخلص. الله الله يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوه حلوه حكايه المركز دي. تصلى على النبي وبلاش تجيب سيره المركز دي يا دكتور. مبقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا يا رخالك. تاكلني يعني ايه؟ احفظ مركزك كده. لا 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 لا. وبعدين يعني عزوز المفك عزوز. وبعدين بقى معاك هو. الله والله العظيم اجيب بنافيلا وانزل فيكوا تكسير. بس غلط هو. ما قدامك كواس خميس. انا دشتلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه علينا. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف دنداني حقك علي. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل، ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك يا دنداني. احنا التلاتة اللي متعلمين اللي متنورين ضايعين، كل واحد مننا عنده مشكلة قد كده اهو. انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشة والوقت وقتك. ده بيتهيألكوا. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جاية من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. هو انت في حاجة بتضايقك؟ ليه؟ انت بتحس زينا؟ هو انت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط. انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، بتعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول وعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقولك، علشان الحاجة اللي بريال بيعملها بتلاتة اربعة جنيه. الحاجة بتغلى ولازم انا كمان اغلى. انا خايف من بكرة. بالك انت لو رقدت يوم مش هلاقي اكل. صب لي يا دكتور، صب. صب لي يا ابو كمال. خد اتنايل اشرب. ده انت طلعت حساس مع ان منظرك منظر ابو رجاز. ايه ده؟ الازازة خلصت ولا ايه؟ اه. طب بقول لك ايه، ما تنزل يالا تجيب لنا ازازة. منين يا خميس؟ ده احنا لسه في اول الليل. انا هقول لكم على حاجة، احنا هنكمل السهرة بلوش. صحيح. مين الخلاف كده يا هادي؟ عشان سند الجامعة. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى؟ مفيش مانع. جرسون الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيزعل. المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه؟ افندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المرة دي. ها خلينا بقى للتقايل. تقايل يا كمال؟ ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ بصراحة بقى لا. ولا انا ولا انت. اه ولا انت ازاي؟ انا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي لازم البلاغة يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطة دي ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انا هعمل اعلان رايح الحمام وهشيل سكينة كهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. ها؟ طب وسمعتنا خميس؟ سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعة. استر يا رب. ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب وايه السطح؟ يلا يلا اتقابلوا على السطوح. أنا آسف والله يا عبد الصمد أفندي يا أخويا، لكن أنت عارف ده شغلنا ودي مسؤولية. ايه في ايه؟ انا مضطر احجز عليك. تحجز عليا ليه؟ صاحبة البيت انهار السيد متولي طالبة الحجز. انهار ده احنا كويسين قوي مع بعض. والله انا لو معايا فلوس ما كنتش اتاخرت. لا لا يا حاج باش محضر، انت ذنبك ايه؟ اتفضل احجز. لا يا عماتي لا، مالكش حق ابدا. يوهو كنا صابرين عليه عشان كنا هنبقى قاعد، لكن ده طلع دون هو وابنه وقال ايه؟ راح يخطب بنت الجزار. ان ما كنت اجيب لك سي كمال ده راكع على رجليه. يجي ازاي بس يا عمتي؟ اولا ابوه طرده، ثانيا لما نحجز على ابوه يجي ازاي هو بس؟ مصير والصلاح على ابوه وهو اللي يضغط عليه. يضغط عليه عشان يخطبني؟ لا يا عمتي انا ما اقبلش حاجه زي كده ابدا. المهم هحلها ازاي بس؟
انا خايف لا يلاقونا. ادي يلاقونا فين يا ابني؟ ده القاهره 9 مليون. مين اللي بيسقف؟ كمال. ايه المفاجاه دي؟ ازيك يا كمال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا سامر؟ ازي احوالك؟ اهلا بيك. دوختنا عليك يا راجل، رحنا لك البيت ما لقيناكش، وبالصدفه المكواجي اللي في الحاره دلنا على الاستاذ خميس. دكتور لطفي بيقول لك انك لازم تيجي الكليه. ايوه بس حوري وشي للزملاء ازاي بعد اللي حصل في الكليه يا اخوانا؟ وانت ذنبك ايه؟ راجل قليل الادب. انا رايي من راي الزملاء، ما حصلش حاجه يعني. ده ثابت وابراهيم زمايلي في الكليه. اهلا وسهلا. طيب ماشي، انا بكره هروح الكليه. طب نستأذن احنا بقى. لا لازم نتغدى سوا بقى. لا لا مش ممكن. لا انت طبعا لازم نتغدى. ما تتشددش قوي كده. مع الف سلامه، انا هنزل ابص. طب سلامه يا ابو كمال. انا جاي معاك اوصلك. كمال خميس. اهلا يا دنداني. اما جبت حته حشيش انا ايه؟ خلاص خالص. ايه مين دول؟ مخبرين؟ لا لا اتفضلوا اتفضلوا. يلا سلام. اما جبت حته حشيشه. مع السلامه ابراهيم. مع السلامه يا سيد. مع السلامه. مع السلامه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عم مصطفى؟ واد يا كمال. واد يا كمال. حضرتك بتندي عليا انا؟ انت مش المفروض اسمك كمال برضو؟ المفروض اه يا عم. الحقوا الرجاله بقى. اجري انا، شوفيني اللي قتله. هو فين؟ بتدور على مين حضرتك؟ على صاحبي كمال، قالوا لي هنا. ده جه امتى؟ امبارح. لا ده تعيش انت. مات؟ مات قتيل؟ مات فطيس؟ تقدر تستلم المشرحة؟ كمال كمال اخويا كمال، والله العظيم لا تقبل المشرحة. يا خميس. مين؟ خميس. مين؟ تعالى تعالى يا خميس. تعالى يا خميس. تعال. هو دول عبر ولا المشرحة؟ مشرحة ايه يا اخي؟ انت كمان. انا كمال يا خميس. كمال مين؟ اللي مات؟ اللي مات انت كمان. كمال كمال صاحبي. كمال كمال. ازاي كمال؟ ازاي انت ولا انت المرة؟ تعالي هند، دي عاملة تعمليها؟ اقول لك كمال تقولي لي مات؟ انت تقصد ده؟ يا اختي ده انا جات في ودني جمال، هو كمان جه في حادثة امبارح ومات. متأسفة؟ تموتيه وتقولي متأسفة؟ فطلعوا دم، فطلعوا. عملوها فيك الأندالي، والحل إيه مع الراجل ده؟ اسمع خميس، العين بالعين والسن بالسن. أنت ناوي تعمل إيه؟ أنت قد الراجل الجبار ده؟ يا روح ما بعدك روح، هستنى لما يخلص عليا، بس ما فوقله. طب بس بس أخوة. بس بس شد حيلك. مستني ايه؟ انت لازم تعيد الكره تاني. لا يا معلمي، لازم نتقل شويه عشان ما نتكشفش ونعرض نفسنا لسين والجيم. انا مش هستريح الا ما اشوف الواد ده منتهي نهائي. صباح الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا. ما تاخدش على خاطرك يا عبد الصمد افندي. كفايه ان انهار ما نامتش طول الليل. ايوه النبي يا عبد الصمد افندي، اصلها بتعزكوا قوي. صحيح صحيح يا انهار. هتكتب لك تنازل عن الحجز دلوقتي حالا. طب ما تفكري شويه يا انهار. افكر في ايه بس؟ بقول لك ما نمتش طول الليل. ولا انا. ازيك دلوقتي يا نور؟ الحمد لله يا بابا، قربت اخف. السلامة ان شاء الله يا ست ماما. بقول لحضرتك ايه، انا هرجع الكلية. ما قلنا ملوش لزوم رجوعك الكلية دلوقتي. يا بابا حرام عليك، السنين الطويلة اللي قضيتها في الكلية تضيع علي هدر. ما هو انا ما اقدرش اخليك تروح الكلية وتقابلي الواد اللي كان هيتسبب في اذيتنا كلنا. بابا اللي انت خايف منه مش هيحصل. انا مش هكلم كمال ولا هو هيكلمني. اذا كان كده معلش، بس بشرط ابعت معاكي سواق يفضل معاكي على طول. هيراقبني يا بابا؟ ما تاخديهاش كده يا بنتي، خديها ببساطه. حاضر حاضر يا بابا، بس اروح الكليه. سيد هاني سعيد موجود؟ ايوه يا فندم موجود.
عايزينه من فضلك. عايزين انا افتكر كده. مين؟ افتح ما تشخطش. انت خميس؟ تقريبا. انت ولا مش انت؟ انا. طب تعالى معانا. طب اكل لقمة. تعالى معانا لقمة بس. اتفضل. انسى اللي فات، انا عايزك تنتظم في دروسك زي الاول. ان شاء الله يا دكتور. طيب مع السلامة. مع السلامة. نورة كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، انا ما كنتش مصدق ان انا هلاقيك. ابعد عني. نعم ابعد عني دلوقتي لحسن سواء واخد بالي. انا هرمي لك ورقة وبعد شوية وطي خدها. ها انا بحب. تعالى معانا، مطلوب القبض عليك. مطلوب القبض على ايه؟ حضرتك مين؟ لارزة فرنجي. لارزة فرنجي؟ طب وهتقبض عليا ليه؟ مش عايز كلام، كله قاعد في حاله. ما تعطلش وقتنا وتعالى معانا. سكوا عسكري. طب بس في ورقه وقعت مني هاخدها. اتفضل. الله ما تزقش. بتزق ليه؟ كمان مين؟ انا خميس. خميس مين؟ خميس صاحبك هذا. انا مش شايف حاجه. تعال اخش يمينك وتعال. خميس. خميس. ازيك يا خميس؟ لا يا سيدي انا هانش. ازيك يا خميس؟ لا يا سيدي انا خميس. ازيك يا هاني؟ ايه اللي جمع صحبتنا كده؟ البيت يا سيدي فتن علينا. ونعمل ايه بس؟ فجاه لقيت البوس عندي في البيت والظابط بيقول لي مين اللي كان معاك ليله السهر؟ وانا ما اعرفش غيرك انت وخميس. الظاهر ان السندي قالت لهم عليا. طب كنت تخرس وما تقولش. عامل ابن ناس يا ابن ال خميس. اخرس. كلم البيع عدل. اوعى تجيب سيرة عزوز والدندنة في التحقيق ليسحبوهم. تعالى ده انت اهو. ايه ده؟ يتكلم مين العسكري ده؟ عايزنا احنا؟ ايوه انت. اطلب لي التحقيق. يلا زق. ايه يلا. ما تجيب كده. بابا كده يا هاني. ايه الاعمال البطاله عملتها دي؟ نمت على البوش يا بابا. معلش معلش. انما ايه اللي جاب حضرتك فجاه؟ هم قالوا لك في اسكندريه ولا ايه؟ لا اصلا انا كنت بايت بره. ها؟ لاني اتخانقت خناقه كبيره جدا مع ست والدتك. ليه بس؟ انا خلاص هطلقها. يا عم تطلع مين؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما تخلينا في الهباب اللي احنا فيه ده. ما تتكلم بس يا هاني، خلينا نروح بابنا. انا هشرح لسيادتك. عشت الفترات الاخيره ايام عصيبه، يجب ان نتزوج وليكن ما يكون، فمن غير المعقول ألا نملك إرادتنا بأيدينا نحن المثقفين البالغين سن الرشد. انقذني مما أنا فيه. نورة. يا نهار أبوك أسود، عايزة تتجوزه من ورايا؟ ده أنا أقتلها وأقتله. وده كلام يا معلمي، أنا محضر اللي هيأذي الواد. لا أنا لو أذيته هتحبه أكتر. ومين قال إن أنا هأذي الواد يا معلمي؟ ما أنا هأذي أبوه، وبالطريقة دي الواد يتلبخ مع أبوه ويبعد عننا. بس أنت بقى من جهتك يا معلمي تهدي الجو شوية مع الست نورة وتعشمها إنك ما عندكش مانع إنها تتجوز كمان. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ طوعني يا معلمي، طوعني ده الصح. الحمد لله على السلامة. دوختونا عليك بس براوة يا شباب، براوة انكم ما اعترفتوش علينا. الله نعترف عليكم ازاي يا جدع؟ ده احنا اخوات. اهي غمة ونزاحت. بقول لك يا عزوز، احنا جعانين واعيين. الحقونا يا جدعان. انت معاك كام يا دمداني؟ انا معايا 14 قرش اول عن اخر. اهو ننزل نشتري بيهم اي حاجة ناكلها وربنا يسهل. انا من الصبح بدري هنزل اسرح ولو اني عارف ان السوق واقف. يا رب بوظ كل الحنفيات والسفنوهات اللي في البلد. اللهم سد المداري. يا رب بوظ كل حاجه. عزوز ما تعالى يا سيد احمد. بسرعه يا عزوز انزل اوام. انا في الاكل حمامي. خميس قلت لك عايز اشتغل. خميس حاضر، هدبر لك الحكايه دي. يا رب ما بوظ السباكه. اللهم ما بوظ السفنوهات كلها يا رب. بتخبط افندم. انا كمان.
كمال. كمال؟ كمال مين؟ كمال اللي خميس قال الأستاذ عليا. أستاذ مين؟ الأستاذ بتاعكم، الأفندي يعني. قصدك لوسطة. لوسطة؟ أيوة لوسطة. اتفضل. أمال بسلامته فين حضرتك اللي هديله الدرس؟ همدهولك حالا، اتفضل. واد يا مجدي. أيوة يا ماما، تعالى عشان المدرس بتاعك جه، قولي له مش عايزين زحلقيه. تعالى يا مقصوص الرقبة. لا مؤاخذة يا حضرت، أصله ليه متحبة؟ لا أبداً، ما كلنا كنا لمدين وإحنا صغيرين. إزيك يا حبيبي؟ حبيبك؟ أنت تعرفني عشان تقولي يا حبيبي؟ الله يجازي شطار. طيب روح هات الكراريس بتاعتك. ما شاء الله عنده صياعة مبكرة. بقول لك ايه يا حضر؟ نعم. أبو مجدي كان قال اتفقي مع المدرس. والله يا فندم مفيش فرق اللي تدفعوه يعني. لا احنا نحب نتفق عشان اللي أوله شرط آخره نور. طيب جنيه في الحصة كويس؟ جنيه ده ايه؟ ده بيقولوا عليك لسه تلميذ ولا أنت مدرس ولا حاجة. هنديك 35 قرش. احنا بنبيع كرومب. والله بين البيع والشراء افتح الله. قالوا منك اقول لا ولا رزع على الله. 35 قرش ده ايه؟ طب انا بقى بالعندي فيك حق. انا موافق يا ست. خلاص وانا عايز الواد ينجح. واحد الله ما ينجح لك مخصوص. هات هات الكتب بتاعتك تعال. اقعد يا مجدي. لا هاخد الدرس وانا واقف. اقعد بقى، لا اديك تخلقتك بقى. خالد مين يابا؟ ده انا باكلك عيش. طب اقعد اقعد. انت في سنه ايه يا مجدي؟ في السنه اللي انا فيها. يا ابني ما تتعبش قلب، انا مش ناقصك. في سنه خمسه. ابتدائي؟ لا هندسه، كليه الهندسه. بتتكلم عادل يا عامل لك ايه؟ ايوه في خمسه ابتدائي.